قطع الكهرباء عن قصد هو جريمة عم ترتكبها الدولة بحق شعبها. 1. دعم الكهرباء بتثبيت سعرها على أساس برميل النفط $20 بقرار أخذته حكومة الحريري سنة 1994. 2. تعطيل خطة الكهرباء وتحديداً عدم دفع الأموال لمتعهد معمل دير إعمار يلي كان بيأمن كهرباء 24/24. 24. مما سبب بنود جزائية وخسارة مليارات الدولارات. وعدم تصحيح قانون الكهرباء لتعيين الهيئة الناظمة. لأنه ما في مداخيل لشراء فيول للمعامل، بس في مصاري لشراء مازوت المطارات. جريمة بحق شعب بكامله. Come on.